هلا والله فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا احزر المشهور. اليوم عندنا ضيف، لا ضيفين، لان انا وعدته في حلقته انه راح اجيبه، والشخص الثاني لانه هو ساكن معه ما يصير اجيب واحد لحاله، يعني لازم اجيبهم تنم ويا بعض في هاي الموسم. فخلينا نرحب معه اسلام ومرهوب. هلا والله، صراحة يعني أنا مستأنس إن أنتم موجودين. وإحنا كمان والله. لأن أحس أنتم بيجيبون العيد من أول الحلقة. يعني شو؟ العيد هو اللي بيجيبنا. العيد يتبرى مننا بعد اللي سويته. هو العيد راح من يومين. أنتوا جاهزين؟ أنت جاهز؟ أنا جاهز. أنا من بداية. لحظة، هذا مو فاهم اللعبة. بدك تشرح لي. بشرح لك اللعبة. أي. أوكي. عندنا 3 جولات. حلو. أوكي. كل جولة تربحون فيها، لأن أنتوا 2، كل واحد منكم يحصل 1000 درهم. اسمع محرر اليوم من هنا. بس عايزك تشغل ده بقى. اوكي شغلني ده بقى. يلا وركز. ماشي. انت لعبها، انت مش لعبها قبل كده؟ هتير بيتابعك شكله. لا انت لعبها قبل كده يعني؟ اه والله. بس خلاص احنا قلنا اصلا، احنا قلنا حق المتابعين لو وصلنا 150,000 راح نجيبك مره ثانيه. وصلناها 150,000 لايك. كم طافت؟ 160. ما اعرف يعني حبيبي. ما تتحدى، بس ما تتحدى. كم نحط لهم هاي الحلقه؟ 150,000 مره ثانيه. 150,000 ونسوي حلقه ثالثه. والله اذا فزنا لازم نعمل حلقه. اوكي اذا انا فزت في الجوله ايوه اخصم منكم 1000. اوكي من الـ من الـ من يعني ثواني. اه يا الالف علينا احنا الاثنين. يس. اه ما الجوله احنا الاثنين. اوكي ابوس ايدك. اسمع مبدئيا هو يلا اوكي. الالف المره الماضيه انا خسرته. يس والله. يلا ان شاء الله احنا الالف راح تروح لواحد منكم، فتابعوا القناه، اشتركوا بالقناه، فعلوا الجرس. يا اذا متابعين للمتابعين هلا لا نكسبه من الدولوب. لا 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 اه لا بهزر. نقول يا رب. نقول يا الله. ايوه. ولان انت وضيوفنا. ايوه. انتوا بتبدعون. نختار الصورة. بس اختاروا الصورة اول. هو مش حافظهم ها؟ لا. شباب انتوا قاعدين تلعبون في ها عشان تختارون. اوكي. عايزين نبدلهم ولا ما ينفعش نبدل؟ عادي تبدل. عادي تبدل. اوكي يلا بدل لنا. عادي تبدل. انا صراحة بختار. مركزين ليفل مليون اليوم. ولا ايه لازم نركز. المهم رفعت لكم فيديو جديد على قناه الثانيه نشيطه، روحوا شوفوه. من عرس احمد وصبا حاب اقول لهم الف 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 مبروك على العرس الجميل، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نفرح فيكم ونفرح في اولادكم وتكون ايامكم سعيده وجميله. خلص شوفوا الفيديو. وعندنا جيف اواي بلاي ستيشن، بس ما اعرف وين البلاي ستيشن، بطلع لكم من المكان. اوكي في جيف اواي بلاي ستيشن 5. اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس. يلا اوكي اخترتوا؟ حنختار؟ يا اختار. اوكي كل هاي وما اخترتوا. لكن انا قلت لهم روحوا على القناه الثانيه وسويت لهم. اوكي انتوا الضيوف، انتوا تسالوني اول سؤال. خلينا نشوف شنو العيد اللي يجيبه. اوكي اول سؤال روح. لا الله السؤال ده صعب. خليني هل الشخص اللي اخترته استعمل ايلاينر؟ يس استعمل ايلاينر. اوكي سو خلينا اسلام تستخدم ايلاينر او لا؟ والله يا عادي. الله انت بتبتدي بالسؤال ده على طول. اوكي يلا. هل الشخص اللي انت اخترتوه يشتري ثيابه من محل ملابس رجاليه؟ لا. لا ما يشتري من محل ملابس رجاليه. انا عرفت هو قصده مين. اوكي يعني قصدي ولد او بنت يعني. لا 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 ما لهاش دعوه يعني. في ناس معينين بيشتروا بس من محلات معينه. اوكي اسال اسلام بس ما تجيب العيد. لا 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 اسال عشان نعرف هو شو اختار. انا من اساله هدول. عشان نعرف مين اختار من هدول. اوكي الشخص اللي انت اخترته يس بيقلد شخصيه حد بالسوشيال ميديا؟ يقلد مثلا مغنيه، يقلد ممثلة. ما فهمت السؤال. الشخص اللي انت اخترته يقلد او بيقلد حد من الارتست؟ لا 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 ما يقلد. ما يقلد؟ اوكي سؤالك ماله داعي. شو اللي ماله داعي؟ معي خسرنا شخص بس. هو انا لو خسرنا شخص خلاص رحنا في داهية؟ لا ما رحنا في داهية، بس انه لازم تعطيه سؤال بحيث نحن ننزل صور اكثر. بس شخص
اعتقد فيهم اللي ممكن يقلد يعني. اوكي يلا نشيط. اوكي. هل الشخص اللي اخترتوه يدخل في دراماز؟ لا ما يتبشكل. لا طيوب. اوكي طيوب. هما كلهم طيبين يا زين. طيب مش شرط يكون طيب. ما يتمشكل؟ لا قلت ما يتمشكل. هو مش قوي يعني. ما يتمشكل. انا جبت العيد. انا نزلت لي ما يتمشكل. ما خلاص 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 ما توضح له. اكيد ما يتمشكل. ما يتمشكل. انا عادي عادي يمكن يكون بده مشاكل بس لحد. اوكي مشكلات يعني هو شخص جاهز يعني. اوكي جاهز للمشاكل. مشكلات. اوكي ويت 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 ويت. هل الشخص هاد متزوج؟ لا. اوكي كم اثنين؟ ايوه نزل اعتقد بس ثلاثة اربعة اربعة مزاجين صح؟ نزل هادي لا خلاص 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 اوكي. هل الشخص اللي اخترتوه يعتبر تيك توكر اكثر من ما يكون يوتيوبر؟ الاثنين زي بعض. لا لا الاثنين يعني 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 هو هو مشهور في هو مشهور بال اكيد كلهم مشهورين. لا 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 ما منه مشهور بمشهور مش بالتيك توك. لا عادي ما لا مشهور انه معروف على التيك توك مشهور يعني بيعتبر تيك توك. ايه مشهور على التيك توك بس يعني بيعتبر يوتيوبر. يعتبر يوتيوبر؟ لا ما يعتبر يوتيوبر. مش يوتيوب بس بيشتغل هون بيعمل بكل الابلكيشن. الله احمد سؤالك يعني خسران صراحه. بس على شان بس بينزل يعني وشغال. انا اعتقد انه احد من هذين فخلينا نشوف الحين. اوكي اساله. انا سالتك هل هذا الشخص متزوج؟ شو قلت لي؟ لا لا مش متزوج؟ مش متزوج. انا جبت العيد. اهلا اهلا بالعيد. انا جبت العيد. مرحب مرحب بالعيد. انا قايل لكم هاي الحلقه يعني المفروض ان هاي الحلقه المفروض فيها عيد يعني. أرفع أرفع أرفع. انا فهمت غلط. اوكي ارفع ارفع. ثواني. يا اخي شو هاللعبه هاي غريبه. فروم انت عكست السؤال. لا لا انا عكست السؤال واخترت المشكله يعني. اوكي هلا في عندنا سؤال ناس عليك. اوكي اسالني. الشخص اللي انت اخترته يس حد قاصر؟ لا مش قاصر. لحظه يعني اقل من 17 قصدك؟ اقل من 18. لا مش قاصر. مش قاصر. مش قاصر. اوكي سو ما في الا ما في الا احد. ثواني يعني ثواني من 18 ل 20. لا ما يصير. لا 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 انك انت جبت لي. لا 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 ما هي مش هي حل عالم تسال. انت سالته اذا قاصر تمام. قال لك شو مش قاصر. مش قاصر فاحنا بننزل الناس القاصر. اوكي كده نزلت الدشر. اوكي شو عندك اثنين؟ اوكي خلص شوي. اوكي يلا. هل المشهور اللي اخترتوه عايش في الاردن؟ لا لا بس اثنين. اوكي هل المشهور هاد عنده اخوة بالسوشيال ميديا؟ ما اعتقد ما اعتقد انه عنده ولا ما عنده. عندهم اخوان بس مش مشهورين بالسوشيال ميديا. عندهم اخوان. اوكي اخو احنا ما عم نتكلم اخوان شباب عم نتكون اخوان. اوكي سو عندهم بس مش مشهورين. مو مشهورين. اوكي عندهم بس مش مشهورين. انا اعطيك اجابتين يعني عشان ما 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 اضلل لكم يعني. صح انت متاكد؟ صح
انت بالنسبة لك الشهرة ان هو يعني مش مشهور خالص يعني حتى، ولا انت بتقصد عدد؟ مش بالسوشيال ميديا بيقول لك مش مشهورين، مش مشهورين خالص لا. ولا في لا اي لا منصة لا. ولا معروفين يعني ولا عندهم يعني ما عنده قناة خاصة فيه، ما عنده شيء اوكي 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 فهمت عليك فهمت عليك. يعني مثلا في ناس امهاتهم في السوشيال ميديا عندهم 100,000 بس هل تعتبر مشهورين؟ اوكي اختيار اوكي عرفت يعني انا قصدي انه ما لحين ما يمكن عقب شهر او شيء يكون. هل المشهور اللي اخترتوه متزوج؟ لا مو متزوج. بس هذا سؤال نحن سألنا. اوكي هل هو لا خلاص راح بس يعني لا بس انه لا خلاص لا ما خلاص سأل ونزلت هل طيب خلاص. هل هو خلاص أوكي. هل هو يحط خاتم زواج؟ ما يخص خلاص سألك راح لا هو نزلت علشان ما يعني سألت بطريقة ثانية اوكي خلاص طيب عندي سؤال ولا تسأل انت شو فينا عارف كنت جاي اسأله سؤال ايه؟ هو انت صورت مع المشروع مين بقى؟ هو صورش مع مين؟ اسألني مين ما صورش؟ لا 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 ما تجيب العيد لانه الاثنين ما صور حتى ما تجي مين ده؟ ده عمي اوكي طبعا بما انه انا ادرى عنك فلازم اسال هل هذا الشخص عايش بامريكا؟ لا مش اصاله مش عايش؟ مش عايش في امريكا مش عايش؟ لا اهلا شكلك العيد شكلك فاهم يا نصه حب العيد اوكي صفي عنا شخص اذا مش عايش بامريكا يا بس لازم انا اسال او احذر اوكي انا دوري الحين فانا اقدر اختار او احذر شوف انا من بدايه الموضوع انا شاك في شخص واحد بس فيهم بس انا رويت الكاميرا من البدايه هم ثلاثه فسالت سؤال نزل الحين شخصين فبقى شخص واحد بسال عنه اذا لا انا جبت العيد لان الثلاثه اللي يا ربي جيب العيد يلا بسرعه هل المشهور اللي اخترتوه هي يارا مسكين مش يارا ما بعرف لا لا لازم اجاوب يا اذا مش ازاي لازم طب لا بس نحن انا دوري اما اسال او احذر انا قلت لكم من اول الحلقه قاعد اقول لكم في اي مكان تقدر اما طب هلا انت عم تسال ولا عم تحذر احذر اوكي شو لازم اجاوبك اذا لا 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 هيك انت يعني يا انا افوز يا يجي دوركم وانتوا تحذرون وانا بعدين دوري بس ثواني انا عاوز اعرف لا نحن ثواني لا لا انا عايز اعرف حاجه عن الجيم ثواني احنا كان فينا نختار استنى انا قلت لكم لحظه لحظه نحن ما دام نزلنا هذا فما صفي عنا غير انا قلت لكم بالضبط حتى لو بقى واحد الطرف الثاني لان انتم بديتوا انتم عندكم الادفانتج انا ما عندي ادفانتج بس في حاجه لازم تفهمها اللي انا يعني فاهمه من السيستم بتاع لعبتك ان المفروض اذا انت عندك بس لا. ورقتين او ورقه خلاص بتبتدي عندي حلقات بتوجه لين عندي حلقات الضيف من اول الجوله يحذر من اول سؤال اوكي 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 من اول سؤال يحذر ففي حلقات اكيد تعرفون اي حلقات هاي انزين وفي حلقات من جد يصيدون يعني يعرفونها ف انا متاكد اللي اخترتوها اصلا غلط شو اللي عندكم غلط هاي؟ يا بس اول شيء صح وغلط انا صح اوكي اسالوني او احذروا عادي يعني اوكي خلاص ما هو خلص الجوله يعني بس خلينا نشوف هل اخترتها لسان صح طيب انا عارف عشان هيك انا يا ابني ما انت عارف انه هو عدد بسمته من الاول انا ما كنت بعرف انه هو لازم طاحت بيسان طاح بيسان ما انا عارف شبك عارف انا عارف بس هو ما حكى لنا عندك جولتين عندك 4,000 انا انت مو فهمت علي 1000 راحت للجمهور ايه بس يعني انا اوريدي حذرت قبلك ما تقدر لا بس انا حذرت لما نزلت خلص صارت موجودة بس انت عندك انا عندي 5 انا عندي يا حبيبي انت ما فهمت علي انه انا حذرت من لما نزلت هاي خلص صفت عندي هاي انا حذرتها ما حذرتها لا انت كان لازم تقلي مين الصوره لا ما كنت بعرف انا قلت لك شوف لو نرجع عملته ولا حافظ لحظه نرجع للفار عندك في كل من اول اللعبه تبي تقول لي اللي انت اخترته هو بارهوم ازاي تقدر تحذر
اوكي اما تسال او تحذر. طب احنا الحين دلوقتي هنغير كل اللي هنا ولا هنعمل الحين الحين اللي تسويه تبي تغير محلاتهم غير محلاتهم لازم. ما هتفرق معهم. لا شو اللي ما هتفرق معهم؟ وصلنا للجولة الثانية. اوكي في الجولة الثانية عندنا شيء الحين لازم نسويه واللي راح يكون يعني مختلف. اوكي اللي هو نختار رقم. اختار الرقم. يلا ماشي يلا جاهز. خلينا نشوف انت يلا. اختار لي. اوكي هاي خذ هاي حقك. اوكي شفت شلون مسكتها؟ خذها برهوم. اوكي طولش الحد. خلا ناخذ هاي. لازم نقول الرقم. يس بس بعلمكم. شوف روح على هاي على هاي رش. روح على هذه. هاد يس. اوكي من هذا 1 2 3 4 5 6 7. اوكي فهمت شلون؟ اوكي اوكي فهاي بيكون اخر واحد ال 24. اوكي سو هذا الرقم انت اللي حتنزله؟ لا انتوا اللي بتنزلوه. انا هاي. اوكي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20. انا رقم 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي 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 يلا. هل الشخص اللي اخترته وسيم؟ هل الشخص اللي اخترته لابس نظارات؟ سؤال ذكي. لا مش لابس نظارات. بالغلط. اوكي قاعد اشوفهم. اوكي هل الشخص اللي انت اخترتوه لابس شيء يعتبر رسمي يعني بدلة تكسيدو جاكيت هاي الاشياء؟ لا مش لابس بدلة. اوكي مش لابس بدلة. انت صورتك تعتبر انك رسمي في صورتك. اه اوكي اوكي خلينا نسال السؤال ده عشان ده اللي بيخلينا برضه بننجز شويه. ما هو اي سؤاله انا. اوكي اسال. يلا الشخص اللي انت اخترته يس بيلبس تيشرتات. تيشرت تيشرت نص كم يعني؟ اي نص كم. لابس نص كم. لابس نص كم في الصوره؟ لا مش لابس نص كم. لا حرفيا طز بسؤالك. اغرب سؤال. لا انا بتكلم يعني هو مش بالصوره عامه. لا لا اتفقوا على سؤال. اتفقوا. اوكي يبقى عادي لو نتفق. يس هم اللي عامل لي احنا في امتحان من الصبح. عادي اتفقوا على سؤال. ايه طيب ما انت لحالك اخترت. ما يعني ما ناقشتني. اوكي يعني مو انت هو اللي بتناقش. اوكي هل المشهور او المشهوره اللي اخترتوها صوتها او صوتها حلو يعني يقولون له غن 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 نوعا ما نوعا ما. اوكي طبعا لا 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 بعد شو اسمه كنت اقولهم اوكي سؤال عنه. هل المشهور او المشهوره بالصوره مبينين اسنانه؟ لا مش مبينين. انا شوف انا اقدر اسالكم هالاسئله بس انا قاعد اسال اسئله تخليها تكون اكشن يعني اكثر وفيها تفكير. وانت ولا عمول خلي 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 ولك خلي خلي. اوكي انا احس الجمهور قاعدين يقولون في اسئله سهله. اوكي هل المشهور المشهوره او المشهوره اللي اخترتوها حضرت عرسها؟ انت بتفكر شو؟ لا ما حضرت العرس؟ لا اوكي ما حضرت العرس. اوكي هل المشهور هل المشهور اللي استنى هل المشهور اللي انت مختار ثواني ثواني خلي 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 ثواني عشان ما يسمع ثواني انا لازم اكتب شيء بالنسبه بيكتبوا ثواني. والله هذا السؤال كثير هيكون حلو. اوكي اتمنى ان هاي الكاميرا صادت
التليفون الحين. توقف هنا، شغل ببطء، ثبت، كبر 50%، 100%، 200%، وضح الصورة. لا أنا كنت عايز أقول لك، شوف عادي أقول له؟ عادي 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 أكتب عادي تسألون زين، أنا ما بغش. ليش محسسين إن الامتحان؟ ها؟ ليش يلا أوكي كمل يا عمي، شو بدك فيه؟ ما هو سؤالك ضعيف يعني، ما يا عمي انا عايز اساله. طب يلا اسال. المشهور اللي انت مختاره بيعملوا محتوى كابلز؟ لا. طيب يبقى شو؟ طيب يا حمار معناها بس اوكي، بس ما استفدنا، بدنا ننزل اكبر كميه من الناس. يا عمي انت منزل واحد يعني، عاد نزلت ثلاثه، هو زعلان ليه؟ اوكي، ما انت كل ما تساله سؤال بتنزل. يلا اوكي كمل. هل المشهور او المشهوره اللي اخترتوها اشتهرت ان هي كانت تتصور مع شخص؟ لا لا، ما اشتهرت ان هي تتصور مع شخص. لا يعني كانهم كابلز. لا انت لا. حكيت اذا مشهوره مع شخص. لا لا لا، انشهرت مع شخص. انشهرت مع شخص، انشهرت مع يعني شخص ما دخل غير كابلز. يعني انشهروا از كابلز؟ لا 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 لا، انت سؤال، برد، ما فيك تطول السؤال. برد اسال السؤال نفسه. هل المشهور او المشهوره اللي اخترتها انزين انشهرت او انشهر لانه يصور مع احد؟ لا لا. انا راح تبدا يا ابي يقول على فكرة في حاجة لازم أقولها لك، السؤال اللي أنت كتبته ما كانش هينزل نفس العدد اللي أنا نزلته. بلا بلا، كنت كتير قللت والله. والله العظيم اسمع، والله يا أحمد يا رشيد، والله أول لما بنخلص هوريك إن البني آدم ده عاوز يعمل نفسه ذكي. طيب. وهو جاي بالعيد. والله العظيم. أوكي. طيب خليني أسأل. هل الشخص اللي اخترته عنده أخوة بنات؟ يس. عنده أخوة بنات. ثواني، وانت مش مقتنع بالسؤال اللي بتقوله؟ ما انت حمار. انت ما عندكش شخصيه؟ حمار. هاي السؤال اللي كنت انت بتساله؟ ها؟ هاي السؤال اللي كنت ايه؟ انا بقول ام قال لي لا، ما اكيد يعني الكل عنده. طلع يعني راح يساله لك. طيب ها، نزلنا واحد بس. أوكي. غبي بالاسئله، ما استفدنا شيء. بس انا في شخص لسه مو متاكد اذا عنده اخوه بنات ولا لا. اسال سؤال ثاني يعني. عادي اسال سؤال ثاني. لا مو الحين يعني. لا 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 لا، ما عنده. متاكد؟ مش قوي بس ما عنده، ما ظهر. اوكي اوكي، ما ينفع. اوكي يلا. هل المشهور او المشهوره اللي اخترتوها الحين عندكم نزلت اغنيه مع دي بي جاد؟ يعني في الفيديو كليب دي بي جاد طلع؟ لا لا. اكيد اكيد. واحد بس. طيب عندي سؤال، خلينا احكي. طب قوله لي عشان بس اعرف. بس احمد قول لي، هل المشهور او المشهوره اللي انت اخترتها عندها شو بتعمل؟ عندها رخصه سواقه؟ يس. عندها رخصه سواقه؟ بس كلهم عندهم. لا شو بيسوقوا؟ بيسوقوا يعني بيسوق. على السوشيال ميديا بيسوقوا. يا بس شخص واحد من لا اوكي احنا يعني الشخص اللي انت مختاره بيسوق؟ بيسوق. بيسوق أوكي. على السوشيال ميديا اوكي. نزل. ايوه نزل. اوكي بس اوكي بس. هل المشهور او المشهوره اللي اخترتوها تعمل بشكل يعني دائم بتويت على تيك توك؟ لا لا اكيد. يس. اوف هلا حيرجع يرفع تلات. بس ثواني برهوم، انت ايش عرفك ان هي صح؟ هو بقول لك دائمه على دائم. لا انا ما يمكن بتعمل بسوس. يمكن انا ما بتابعش. يعني معروفه ان هي تسوي بتوس يعني. لا 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 يا ابني اسمعني. يا دلعني على عيني كمان. ما فيش حاجه تيجي كده. يا اسال يا ابني يا نانسي. اوكي سؤال حلو. طيب هل المشهوره اللي اخترتها
او المشهور يلي لا اوكي اسال تمام شعره قصير بالصوره ادليش لا شعره مش قصير شعره مش قصير متاكد متاكد انه شعره مو قصير لا ثواني انت دي السؤال ده كده عاوز يوقع بدك تعرف مش انه اذا هي اذا هو هات هات انا اقول لك يا احمد اوكي انا عرفت مين لو كده هتقول لي مين صح في اثنين فينا حذر لا 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 ما ايه فينا نحذر فينا لا انت سالت سؤال اوكي يلا اوكي طيب سالت سؤال ينفع احذر بعد السؤال لا عقب دوري لاني يلا يلا خلص دورك اتوتر خلاص هو المشكله 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 اللي احنا انا عرفت دلوقتي مين اللي عندك اوكي هسه فين فين الكاميرا هيك يمكن صوتها حلو هم في اثنين طب سؤال نحن سالناك زين لازم تجاوب هو ما جاوب شيء ما جاوب شيء الثالث بتضحك علينا لسه نحن بدورنا ما خلص ففينا نحذر هلا لا شوفي صح اما سؤال تحذر ما يصير تحذر السؤال طيب بس نحن لسه ما قلنا لك ما حددنا ما حددتون سؤال سالناك سؤال بس ما جاوبت بل قلت لكم انه قلت لكم انه ثواني صح ما قال لك يا مقصوص شعره مقصوص في الصورة في الصورة قصير قصير اوكي فينا نحذر لا لك كيف لا ما يصير تسأل السؤال اوكي بعد سؤال بعد سؤالي اوكي انت يعني طيب اوكي يعني تخيل كل جولة اسألك واحذر اوكي يعني اثنين في واحد اوكي يلا اي نزل نزل بقوا عندكم اثنين اوكي شنو احتمال انه يطلع نفس الشخص مرتين يعني مستحيل مستحيل يارا مستحيل يارا يلا عشان انت نهايتك قربت ها يلا شيخ فشخت لوينك السنين هل اخترته لا انت دلوقتي سؤال ولا لحظات احزر بس طب لو اعطيتنا مجال نحن شلون اعطيك ثواني ما اعطيتنا لحظه 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 انت شو مو فاهم اللحين لا انا فاهم بس جيت بدي اوريك ما تقدر توريني لان انا ما سال سؤال اوكي يلا اما سؤال او هاي انا هذا شو هذا هل هي نورسا لا خلاص يلا احنا بنحذر بقى اوكي خلاص انا اللي انت مختارها عارف مين لا 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 ثواني هل لازم توريه له هل اللي اخترته الله كيف 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 والله مو هي لا والله العظيم ثانيه انت عندك كده حول ليش في حول والله ازاي والله مو هي طب اوكي 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 عندكم دحين أوكي. اوكي انا يمكن بعد انا حين اجيب العيد اوكي اوكي هل اللي اخترتوها هي ايه اياتي لا اوكي بس انه ليش نزلت ما بصير تسال سؤال شنو سالتك انا حذرت حذرت اوكي هل اللي اخترت اوكي 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 هل اللي اخترته نارين لا لا, لا. في شيء غلط في شيء غلط انا لحين والله ما ضل ما ترجعهم رجع كل شيء لا انتوا على اسئلتكم انتوا سالتوني اسئله وانتوا تتوقعون في شخص انت توقعتوه غلط وانت قلت يمكن ما عنده اخوان او عنده اخوان او ما عنده شيء ما ذكر اوكي الموضوع سهل اوكي قلت لك يا حمار اوكي قلت لك اوكي اوكي خلاص لا انا عيد انا عيد زين دوري انا عيد يا عم زين دوري 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 هل هي يارا ابو مصطفى هي يارا آه. مرتين يارا لا لانه طلع رقم بس ثواني انت عندك مين قمر اختار لا مين؟ ايه ده؟ لا غلط مين؟ لا حبيبي شلون؟ انا قلت لك اذا شعره مقصوص هذا شعره قصير لا 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 هي اطول بقى هي عندها انا قلت لك طويل قلت لك طويل في الصوره مو طويل لا خلص انا لحظة انا قعدت اقول لك غلط 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 والله لا لا نحن تعادل والله تعادل والله لا 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 نحن نحن ليك كنا رافعينها يا ابني شعرها معروف باين ان هو طويل يا حبيبي يا حبيبي لا انا قلت لك الصوره مو طويل هو احمد الصوره رابطت لنا لا 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 هم ثنتين انا كنت اعرفها شوف ثنتين شعرهم طويل بس الصوره مو طويل ما دخل انا قلت لك قصه شعرها هل البنت قصه انا قلت لك مش قصه شعرها انا والله تقدر ترجع وانا قلت لك بس عادي بعتبرها تعادل قلت له هل البنت هدي انا بعتبرها تعادل عادي انا قلت له هل البنت شعرها قصير صح ولا لا شعرها قصير انت قلت في الصوره مش شعرها قصير في الصوره شعرها مو قصير لا يعني شلون يعني شلون لحظه بس ما هي حبيبي هو هي الصوره اللي واخداها شعرها طويل لحظه انا قلت لكم في الصوره او في الحقيقه
لا لا انا سالتك بتجاوب على قد السؤال. لحظه بس بريك بس بريك نشيط بس بريك بس بريك. انتوا يوم قلتوا عرفتوها هي الوحيده اللي شعرها طويل اطول واحده. لا في 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 اختها اختها نزلتوها من زمان. اوكي الوحيده اللي شعرها طويل وانا متاكد ان انتوا عرفتوها. فانا قلت لكم انا قلت خلاص صادوني. فقلت لكم في الصوره زين في الصورة مو واضح بس هي شعرها طويل. لا لا بدك تجاوب على قد السؤال. بس انا جاوب على بس انا جاوبت. لا نشيط بدك تجاوب على قد السؤال بس اللي بس انا اعطيتك اعطيتك ما اعطيتني لا اعطيتني جواب ثاني. شلون؟ قلت لك هل البنت شعرها قصير بس؟ زين شعرها قصير؟ قلت لك في الصورة لا شعرها مو قصير. لا ما فيك هيك. انا 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 عارف انه هي شعرها بالصورة مش قصير، بعرف شعرها طويل. زين يعني نزل قصير. شو نزل قصير؟ انا قلت لك شعرها مو قصير، انت ليش ليش شعرها مو قصير؟ مو قصير يس. انت قاعد تقول لي في الصوره، قلت لك في الصوره في الصوره شعرها. لا 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 تبي اقول لك مو واضح. ايه بس هي ما بس ترى مو واضح شعرها مو واضح. هي مو واضح شعرها فما في يعني تحكم. من جد من جد من جد شعرها في الصوره يعني لهني ربا. ايه بس ما فيك تحكم لانه انا 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 عارف عن شو قصدي. يا وصلنا الى الجوله الاخيره بعد الدراما اللي عندنا اياها هاي الحلقه الدراما. اوكي حد عملها قبل كده دراما؟ لا بس عشان اشرح لكم كل سؤال تسالونه ما يصير تحزرون وراه. اما تحزر يعني من البدايه تقدر تسالني انا قلت لك اياها. اوكي 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 ما قاعد اغش، قاعد شرحتها لكم ثلاث مرات عيب في الحلقه. اوكي اوكي فعشان لا تقول قاعد يطلعوا لي انا غشاش وانا قاعد من بدايه الحلقه حاط لك القانون يعني. طب يلا اوكي اوكي انت اوكي عطني رقم من 1 ل 24. 17 انا كنت اقول والله لا كنت. اوكي انا بختار رقم 22. اوكي فعندك 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22. يس احسكم بتفوزون هالجوله. طب يلا ليش احسكم تضحكون؟ اخترت نفسك. احنا دلوقتي احنا مش كسبانين دلوقتي اي حاجه صح؟ احنا متعادلين. متعادلين اوكي. خربت فقرك. طيب يلا. خربت فقرك يا شيخ. اسالوني سؤال. اللي جننك انه هو لعبها قبل كده. يا هو اللي فاهم اللعبه. يعني يا ريت. ولك في كلب هنا. يلا يلا يلا. تعرف شنو اللي ضحك؟ امس قاعد اقول له شفت الحلقه اي شفتها ويا لانا لين ومصطفى انزين يعني خلاص واضح انه ما شاف الحلقه. سلك لي سلك لي. طيب يلا يلا اسالني سؤال. هل الشخص يلي انت اخترته لابس هودي؟ لا مش لابس هودي؟ لا مش انس. شو؟ مش انس. لا في كذا حد لابس هودي. الله انت عملت انجاز. هذا هو ده السؤال اللي وزعلان انا لما نزلت ثلاثه اديك بوك. اوكي فاسمع احنا والله هناخد حتى بطيخه حتى. هل المشهور اللي اخترتوه عايش في الامارات؟ لا مش عايش في الامارات. لا معلم شوف هينزل عايش في الامارات. 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 اوكي كلهم عايش في الامارات. عايش في الامارات. عايش في الامارات. عايش في الامارات. اوكي عايش في الامارات. تمام؟ اوكي يلا سؤال لا 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 خلي 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 يلا كمل كمل كمل. كأنه زي الغطة. المصلاة تسعى عليك يا حبيب الله. هسا رجعهم تاني. عادي 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 عادي. اوكي اوكي. اسمع اسمع اسمع. الله يستر. الله سؤالي كمل كمل. لا خلصت؟ لحظة. عايش في الإمارات. فهمت. اوكي مش عايش في الامارات صح؟ اه اوكي يا تمام يلا. طيب السؤال هو السؤال هو فيني احزر فيني اسال صح؟ لا خلينا ننزل شوية. لا 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 عادي عادي هيك 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 نحن. هل الشخص اللي اخترته أنا شاكك بس ما يعني عادي عادي يعني ولا مرة حزرنا. تحزن. هل الشخص اللي اخترته أنا شفت الرفلكشن صح؟ شفت الرفلكشن؟ لا شو خاص؟ أي رفلكشن؟
في النظارة. شو أخبارك؟ شفت صح؟ شو صح؟ أدري أنا قاعد أطالع كنت قاعد صار لساعة وغش ما قاعد أطالع النظارة أنا شفتك قاعد طالعني ما بين عندك أنا فيها انعكاس خالص سهل أنا جاي عندك روح لعندي روح لا والله سهل. انا اذا طلعت مش بس انا اوريدي خلصت راح من هنا ما يطلع انا بس اللي يطلع لا اعمل كده بدون شويه ما يطلع لا هو شفاف انا انعكاس هاي الجوله ربحنا ما ربح ربحنا لا ربحنا غشاش ربحنا عم قاعد يتغش لا ربحنا انا ليش فسخت النظاره اقول لك على حاجه قول معايا انا غبي انا غبي قول انا غبي يعني ليش ما وصلت أغبى من كده مش بقول لك مشي اوكي لا حيقول حي هاي الجوله وصلت النظاره يا ربي والله العظيم البلد تغبي نرجع حي هو ملاحظ علي لا شو اللي ملاحظ عليك لو مشيت ما كان بيلاحظ انا اختار لكم رقم 5 إذا طلعت نفس الشخص اللي اختبناه 3 مرات يارا أوكي يلا أوكي تمام لحظة إذا نفس الشخص لا ما أنا أعرفش لا أوكي حلش المطر هذه الحلقة برعاية يارا رقم ما يلا أي رقم 4 1 2 3 4 هل المشهور اللي أنت اخترته المحتوى بتاعه لايف ستايل أكلنا هوا لا شو اللي أكلنا هوا في من اللايف ستايل طب أوكي إيه بتنزل كذا واحد في كذا واحد طب يلا أوكي بيعمل يا أوكي هذا ما المفروض أوكي خلص خلي لا 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 هل المشهور أو المشهورة اللي اخترتوها نزلت أغاني على اليوتيوب نزلت أغاني على اليوتيوب أوكي ما نزل أتذكر إذا نزل أو ما نزل أوكي خليهم هل المشهور اللي اخترته الصورة تبعه حلو اندور أنا أعرف وين هاي الشخص تصور ها؟ أنا أعرف هاي الشخص وين تصور بس السؤال واضح في برا البيت او داخل البيت بس اذا كان لا الصورة كاندور يعني زي كده اندور هي اندور صورة اوكي مين نزلنا ايه لا ثواني انت بتنزل ايه شوفي كوسي طف شوفي كوسي لا شو هاي اشوف اوكي هي اندور لا يا حبيبي احمد الاندور اللي هو قلنا زي كده لا اندور هي صوره اندور ما بتنزل ما انت ما سالت لي في استوديو مو في استوديو في عرس مو في عرس لا استوديو اندور يا لا 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 هو قاعد يقول لي هني الصورة الكلب الصورة هاي اوكي مبدئيا شفت هذا سؤال بتسأله بتنزل فيه 3 ثواني يلا تنزلت كم 17 هم اصلا 22 هل مشهور عايش في الامارات عايش في الامارات بس انت سألته لا ثواني سألته في الجولة اللي انت طافت عم نرجع نسأل اوكي يلا اوكي عايش في الامارات يس كلهم عايشين نزل 3-4-5 هذا برضه في صالحنا ايه احمد السؤال اللي انت قلته في صالحنا برضه ها ليش في صالحنا اوكي
ثواني ثواني خلاص نزلت كل اللي في دبي؟ اكيد اللي عايشين بدبي كلهم عايشين في دبي؟ ايه انت اللي قايل. انا قلت في الامارات مو دبي. اوكي 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 خلي خلي ايه ده ايه ده لا 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 حكى في الامارات. طب انت شو حتفرق معك؟ شو حتفرق معك انت؟ ما حتفرق معك يا عم. هي الامارات انا مش بقول لك مش بقول لك عجمان ولا الشرق ولا هو الامارات هي دبي. احنا هو اللي سال مش نحن. انا هو اللي سال السؤال. طب ما هو برضه لا ما لو كان كمله كان في كتير هينزل. انت منك بالعكس اذا كتير هينزل هو حيحذر المشهور يا حمار غبي يا ابن. طب ما احنا كمان هنحذر. طب اوكي 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 دورك. سؤالنا هل المشهور اللي اخترته لابس فستان؟ لا مش لابس فستان. اسمع هي هي اعتبر نفس اللي قاله. اسمع مش لابس فستان؟ مش لابس فستان. اوكي ثواني ثواني ثواني. ايه هذا فستان شو فيه؟ هذا فستان وهذا فستان. اي ثينك ذس هذا ايه هذا؟ هذا فستان. كفلتك يا اخي. ايه والله هذا فستان شو؟ اوكي. هل المشهور اللي اخترتوه قاعد على هالطاولة؟ قاعد معانا؟ يس. لا. مو قاعد معانا؟ اوكي. هل المشهور اللي اخترته اسم العيلة تبعه؟ من أنثى؟ لماذا؟ اسم من أنثى؟ اسم العائلة أنثى. قل لي اسم العائلة خلاص. لا. لا من شوي أنت قلت أن لك لا. ليش بتقول لي لا أصلاً؟ ما فيك. حتعطي اسم ملغوم بس. في كتير أسامي ناس أنثى ودكا. إيه بس هي باينة يا أحمد. يعني هي باينة. اسم العائلة يبتدي. أنتوا تعرفون كل أحد وعائلته من جد؟ لا هو ده اساسا انت نفسك عارف. لا 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 انا عارف عارف انا عارف الكلام كل واحد وعائلته. بس انت متاكد؟ ايه هو في عائله ثانيه بعد فيها. اوكي يلا. يس هو من عائله شو؟ يس عائلته انثى؟ انثى. اوكي اوكي اوكي. هل المشهور اللي اخترتوه يرد ظاهره في الصوره؟ ايه؟ ظاهرين في الصوره؟ ايه هل المشهور اللي اخترته اب؟ يس اب. خلاص اوكي اوكي اوكي. ايدي ليه؟ لازم تسال لازم تسال. ليش انا قاعد لازم تسال. ليش انا كل مساعة قاعد انزل على كيفي؟ طيب تقدر تنزل على كيفك. قاعد افترض ارجع على الاسئله اللي في مخي. ما في يا هو لا هو لا يا ابن انت حمار. ليش هو لا؟ طب سؤال. هو انس. انس هو انس. اسمع اسمع انا بس شوف 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 عشان المايك. بس يعني انا ما عم بفهم. بس انا تعرف ليش انا كان بس هو الولد الوحيد اللي باقي. شو هو الولد الوحيد اللي بقى عندي؟ طيب فانا انا انا قلت بس اذا مو يا جبت ثواني ثواني انا عايز افهم حاجه. سؤال. نحن بشو خربطنا؟ نحن بشو خربطنا؟ قاعد بتسولف. نحن بشو ما خرب... قايل لك ايه؟ قلت لك ما تحذر. ليش ما حذرت؟ ليش بتسال؟ ليش يا ريتني حذرت. ما انا قلت لك هو انت اعطيت لي فرصه. حتى أنا احمد أجل. احمد لو هترجع لو هترجع هتلاقيني انا قلت له. انت ليش ما حذرت؟ شو ليش ما حذرت يا اخي؟ انا عم بيروح من بالي اني احذر. هو قاعد يقول لك احذر. قلت له يا قاعد يقول لا. قال لي بس هيك. قال لي بس هيك. لا قال لسه قايل له احذر ولا لا. قاعد يقول لك احذر. اوكي انا بعطيكم ديل. انتم كنتوا تطلعون من البرنامج لو فزتوا ضدي 6000 درهم. اوكي الحين 3000 درهم راحت حق الجمهور وفي بلاي ستيشن 5 على القناه الثانيه تروح تشتركوا عليها. هذا زاد يا حسن ولا اوكي على حسابكم. اذا وصلت الحلقه الى 150000 اوكي كل واحد منكم لو لعبنا من عيد الحلقة بدل الجولة الواحدة تحصلون 2000 تحصلون 4000. يعني ممكن تطلعون من الحلقة بكم؟ اضربها 2000. لا شو ال 2000 يا حبيبي؟ 4000. تبقى 4 على يعني بدل ما كل يكون 2000 4000 3000 6000. 6000 في 2 يعني تطلعون من الحلقة كل واحد منكم عنده 6000. يعني كل واحد منكم عنده 6000 يعني خارجين ب 12.
خارجين 12 ألف أوكي يلا تمام. وبهاي الشيء وصلنا لنهاية الحلقة، شكرا لأن أنتوا جيتوا معنا، نورتوا الاستوديو الأبيض، رجعنا على اللون الأبيض. قولي شو رأيكم عليه؟ أبيض من حياتي، أبيض أبيض من كل شيء من الحياة. صراحة استمتعت وياكم والله بالأكثر، وكانت حلقة فيها عياد صراحة والله العيد، خصوصا النظارة حسست الحلقة الجاية بجي بدون شيء، بحط حاجب هني. مبدئيا كل حدا حيشوف هاي اللقطة حيغش. حيغش. سؤال، أنت بتلعب دائما بالنظارة دي مع هاي ثاني حلقة وديك الحلقة أنا خسرت. شباب لازم تدفع. أنت قلت لعبت مع نزلت ولا؟ نزلت حلقة لأنا ولين. هدول اليوم يا راجل. هدول لأنا ولين حطهم بأي لعبة بيربحوا بأي لعبة. شوفكم فيديو جديد. السلام عليكم. عنا هاي أصلا الكاميرا. نشوفكم بعدين. لايك سبسكرايب ومع السلامة. قنوات شباب موجودة تحت. باي.